ودعاً لتكيس المبايض، 9 مكملات قد تساعدك في علاجها مع قناة قمريات. قبل بدء الفيديو نتمنى ألا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب وبتفعيل زر الجرس. متلازمة تكيس المبايض من الأمراض التي تهدد النساء في سن الإنجاب. تتمثل أعراضها في عدم انتظام الدورة الشهرية، زيادة الوزن وحب الشباب، تأخر الحمل وتقلب المزاج. هناك مكملات غذائية وعشبية يمكن للنساء الاعتماد عليها لعلاج تكيس المبايض، يستعرضها معكم. مكملات غذائية لعلاج تكيس المبايض. أولاً، فيتامين د. أظهرت بعض الأبحاث أن مكملات فيتامين د لها خصائص علاجية لمتلازمة تكيس المبايض، إذ تساعد على تنظيم الدورة الشهرية وتعزيز الخصوبة وتحسين الحالة المزاجية وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب. ثانياً، أحماض أوميجا 3. تلعب كبسولات أوميجا 3 دوراً كبيراً في حماية النساء المصابات بتكيس المبايض من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، نظراً لقدرتها على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم وتحسين حساسية الأنسولين في الجسم. ثالثاً، الكروم. تعتبر السمنة المفرطة من المشكلات المصاحبة لمتلازمة تكيس المبايض، يمكن للمرأة تجنبها عن طريق تناول مكملات الكروم التي تساعد أيضاً في تقليل مقاومة الأنسولين في الجسم. رابعاً، الزنك. عادة ما تعاني النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من نقص الزنك في الجسم، وبالتالي ينبغي الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية به مثل المأكولات البحرية أو الحصول على مكملاته الغذائية تحت إشراف طبيب. الإينوزيتول مكمل غذائي ينتمي لعائلة فيتامين ب المركب، يمثل أهمية كبيرة لصحة المصابات بتكيس المبايض لأنه يساهم في تحسين حساسية الأنسولين في الجسم وتعزيز الخصوبة. مكملات عشبية لعلاج تكيس المبايض. أولاً، القرفة. تساعد القرفة على تنظيم الدورة الشهرية للنساء المصابات بتكيس المبايض، بالإضافة إلى قدرتها على تقليل مقاومة الجسم لهرمون الأنسولين. الكركم. يتميز الكركم باحتوائه على الكركمين، وهو مادة تمثل أهمية كبيرة للمصابات بتكيس المبايض، لما تتمتع به من خصائص مضادة للالتهابات، إلى جانب دورها الفعال في تقليل مقاومة الأنسولين في الجسم. البربرين. عشب يستخدم في الطب الصيني لمساعدة على تحسين حساسية الأنسولين وتعزيز عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على توازن هرمونات الغدد الصماء. رابعاً، زيت زهرة الربيع. يساهم هذا الزيت في علاج اضطراب الدورة الشهرية ومقاومة ارتفاع الأنسولين في الدم، وكلاهما من المشكلات المرتبطة بمتلازمة تكيس المبايض. وأخيراً، يجب على المرأة المصابة بتكيس المبايض استشارة الطبيب المختص قبل الإقدام على تناول هذه المكملات لتحديد الجرعة المناسبة ومعرفة ما إذا كان هناك موانع من الحصول عليها أم لا. فما رأيكم في هذا الفيديو؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب وبتفعيل زر الجرس.